حدث هذا الحديث عن الرجل الحصيف الخبير المدرب الإيطالي القدير كلاوديو رانييري الفائز والمتصدر الآن. نستمع ماذا يقول بعد المباراة وبعد هذا الفوز المهم. فوهم مهم جدا، صراع كبير للغاية كذلك خلال المباراة، كما رأيتم في النهاية تمكننا من تحقيق الفوز، والآن سيكون هناك صراعات من الآن وحتى نهاية الدوري للجميع ولنا. كانت مباراة معقدة صعبة، أردنا أن نفوز بالتأكيد، هذا أمر منطقي، وصنعنا 4 أو 5 فرص سانحة، إحدى منها سجلت وترجمت لهدف، والبعض الآخر كانت فرصا لخصمنا. لم تكن مباراة مفتوحة، فريقين كان لديهم الفرصة للفوز ونحن السعداء الآن. العمل والرغبة والطموح لفريقكم يبان ويظهر للجميع، هذا أمر مبهر. نعم بالتأكيد نحن نريد أن نبرز ما نملكه من إمكانيات، ما هو طموحنا، الرغبة كبيرة جدا في الحقيقة، ولدينا فرصة تاريخية هنا أمامنا، ونحن ندرك كذلك بأن الطريق لا يزال طويلا وصعبا. كان هناك محرز مع اللحظة السحرية التي سجل فيها الهدف الوحيد، ولكن بعد ذلك رأينا أنه أرهق أو أصيب ربما. ماذا حصل؟ هل هناك أي شيء خطير؟ كلا ليست إصابة، كان مرهقا فقط بالتأكيد، هذا أمر عادي، شد عضلي ربما، وقمت بتغييره في الدقائق الأخيرة لإعطائه بعض الراحة ومساندة وسط الميدان.